بتطلع بكام من المزرعة؟ حاليا في الوقت الحالي تمام الطماطم موجودة بتتباع جملة من المزرعة للتاجر الجملة من المزرعة بتطلع بتقف بجنيه وربع جنيه ونص الكيلو، لأن العدية بتقف ب 30 جنيه فيها 22 كيلو العدية فيها 22 كيلو ب 30 جنيه في 30 جنيه ب 30 جنيه العدية العدية وهنا بنتكلم على أنهي درجة من الطماطم؟ ما أنت عارف حضرتك إحنا ما بنروح نشتري في الأسواق يقول لك دي بكذا، لو عايز الدرجة المتوسطة الدرجة المتوسطة الدرجة المتوسطة المتوسطة في أقل وفي أعلى، إحنا بنتكلم في الدرجة المتوسطة اللي هي للشعب كله تمام في ممكن توصل 2 جنيه من المزرعة اللي هي الدرجة الأعلى اللي بتروح الفنادق عشان السلطات والكلام ده تمام اللي هي بيسموها البلحة تمام بتتباع جوه تاجر الجملة بتقف أقصى حاجة 2 جنيه ونص اللي هي نسبة الربح فيها قد إيه يعني بتتعدى بالنسبة لتاجر الجملة بتتعدى 20% تاجر الجملة يكسب فيها 20% من خروجها 15% وغالبا تاجر الجملة بيبيعها الصالح بتاع المزرعة وياخد عمولته بترجع هي بترد فيه بنفس سعر بتاع المزرعة تمام أنا بشتريها بكام؟ ما هي دي فجوة بقى سيادتك تمام بس أنا بشتريها بكام؟ أنت بره بتشتريها من تاجر التجزئة من 6 جنيه وطالعة فوق إحنا بنتكلم في أسعار النهاردة دي تبقى بتتباع أنا كست بيت أشتريها بكام؟ أقل حاجة هتجيبها من بره ب 6 جنيه ستة جنيه هتبقى نسبة الربح وصلت 300% ما بين مين ومين؟ ما بين تاجر ما بين المزارع وبين المواطن اللي هيشتريه بقى 600% 600% من 2 جنيه 300% من 2 جنيه ل 6 جنيه 300% بعد النقلة بعد كل حاجة بعد كل حاجة بعد النقلة هيصرف على الكيلو ايه؟ ربع جنيه بس هو مش بينقل بالكيلو رن هينقل بالطن بالطن ايوه العربية اللي لونها 1000 جنيه هتشيل 2 طن هتصرف ربع جنيه كده تقف ربع جنيه ايوه طيب ده الطماطم اللي ما فيش بيت مصري كل يوم ده استهلاك عام للشعب بالظبط استهلاك عام للشعب البرتقال نفس القصه بكام من المزرعه؟ النهارده موجود في المزرعه في اماكن ب 2 جنيه وفي البحيره ب 175 قرش اقل بحيره تمام 2 جنيه تبقى في سوق الجمله بكام؟ هتبقى ب 2.5 3 جنيه اقصى حاجه كام في المية ربح؟ حوالي 50% 50% ربح 50% ما شاء الله تمام هتوصل بقى للتاجر التجزئه انا اخده بكام بقى ب 6 جنيه و7 جنيه كام في المية ربح؟ 300% هتقولي ليه السبب ايه؟